بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطان وعم نوال. ربنا اجعل في صدورنا محبة لك تزداد كل ثانية ونانو ثانية، نحن نتوق إلى المزيد من هذا الترياق وهذا الجمال وهذه اللذة التي تصحب ذكرك يا كريم ومحبتك يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته والرضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان في ملكوت الرحمن. ناخذ الآية 80 من سورة آل عمران عليهم السلام. ولا يأمركم، أي الله لا يأمركم، أمر الله لا يكون إلا في مصلحتكم، يكون متناغم مع حقيقة الله في وحدانيته، في سيادته، في كبريائه، في عظمته، في قدراته، في إرادته. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ربما برشا شعوب عبر التاريخ أرباب ملائكة، والكرب أسوأ حال، لأنه عندهم آلة ما لا يغلب عليها تسمية الأنوثة، يعني كلهم غارقين في الأنوثة وقت اليوم أعداء الأنوثة. يجي يشوف الكرب، يشوف عامة بتاريخه مع الأنوثة، كم عانت الإناث من هؤلاء الشراذ ومن هؤلاء المجرمين، يعني يأتون حية. سيدنا عمر بن الخطاب ذاته كان يبكي، لأنه يعني كان في الجاهلية سمع لنفسه الخبيثة وقتئذ أن يستدرج بنته اللي متعلقة به كل تعلق وتتودد إليه، وواثقة منه تمام الثقة، وصل بس ملاك ما تقولش وحالة باش تحفر حفرته وهي لا تعي، باش تعين بوها إكراما له. وكان ما كان، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، واللي قتلوا الإناث ظلم العدوان في المقدمة نجد الكرب، وبعدهم يجيو الهند وغيره وغيره والسلام.